أهلنا الكرام في صعيدنا الطيب هم أهل الكرم والطيبة والشهامة. أنا لف في الدنيا واجل الناس. أرحب بك رجلا أنقذت هذا البلد. أهلا بسيادة رئيس الجمهورية في منزلنا المتواضع. ربنا يعينك على حكم مصر، ربنا يخليك لمصر، يكفيك إنك أنت كنت جندي في ديش مصر والآن حاكمها. ربنا يا رب يبعد عنك ما يسمون بأعداء النجاة. حتى اللي بيخشها سيادة الرئيس يعمرها ويعبيها تنمية والخير كله بيخش وراه. والله ربنا يجعل كده دخولنا عندكم دخول طيب. ربنا يكلل مجهوداتك بالخير والبركة بإذن الله تبارك، ودايما موفق إن شاء الله. إحنا أهل القرية كلنا بنرحب بحضرتك، وإحنا بنقول لك أهلا وسهلا هنا في قريتك. دي أول مرة رئيس جمهورية يجي يزورنا. أي حاجة هنقدر نعملها إحنا عنينا الاتنين ليكم، وبالمناسبة ده من خير بلدنا.